أنا نريد أن أقول أن الجامعة المغربية إما أن تعرف رقمنا سريعة وإما أن تتأخر عن الركب. لا خيار لنا، ما يمكنش نستمروا بالطابلية والطباشير، هادشي متجاوز. العالم كله غادي في هذا الاتجاه، رقمنة الجامعات. الآن إلا شفتوا مراكش طلبة، كل طالب عنده الصبيب ديالو، ما يمكنش واحد ياخذه، ولكن هاد الطلبة كلهم بإمكانهم يدخلوا وياخذوا الدروس ديالهم. ممكن ياخذ مجلات عبر الانترنت، اللي عنده حاسوب غادي يستافد، اللي ما عندوش ما غاديش يستافد. استثمارات غادي نحطوا حوالي 13 مليار سنتيم باش نجهزوا الجامعات كلها بالوي فاي بالصبيب المرتفع، كل الجامعات المغربيه. الاساتذه غادي يحطوا الدروس ديالهم في الانترنت. نهار الاثنين ان شاء الله، واللي بغى يحضر معنا في السيناريستي، غادي نعملوا اول قاعده في افريقيا ديال تداريب لي ترافو براتيك ما بيك داتا سيكوريتي، كلشي انفورماتيك يكون في اكادير ولا في مراكش ولا فين ما مشى عنده لي ترافو براتيك في الانترنت مجانا. قولوا لي بالله كيفاش هاد الطلبه ديالنا اللي ما عندوش مسكين الحاسوب اشنو غادي يدير؟ مشى. اذا شنو غنديروا؟ ما عندناش الموارد باش نهديو الطلبه اللي عندهم المنحه حاسوب. عملنا عرض ابيرا اسوميسيون، ها هو بعضكم بالمواصفات. جاونا سبعه الشركات اختاريناهم من سته، ها المواصفات، ها اللي جايين. ماشي لوحاتي، هذا حاسوب تيكون لوحاتي ويولي حاسوب طالب يخدم. ما باغينش نعطيو للطالب هذا النوع هذا ديال 600 درهم و700 درهم، الطالب غادي يبدا يستهلك ما ينتجش. شنو غنعملوا؟ شكون تيغوت؟ تيغوتوا شي بعضين، ماشي الشركات. قلنا لهم لا تحداهم، تجي شركه بهذه المواصفات وتخفض الاسعار لما دخلهاش للسوق. كنتحداهم اليوم اليوم اليوم. تجي شي شركه تجيبنا احسن من هذا الشيء وندخلوها للسوق ديال الطلبه. هذا هو المشكل. اذا نتسنى التعليق ديالكم. اولا كنحييكم على هذا الوعي ديال الرقمنه ديال الجامعه. هذو ولادنا، اما يكونوا كونيكتي اما خارج التغطيه. هاد الطلبه المنوحين عندنا 332 الف هاد السنه. حنا كنضربوا مع البنك اللي كيوزع المنح، يدير لهم الاقساط، لان حقهم الطالب اللي عنده منحه 600 درهم ما يقدرش يخرج.